عاطينو الترخيص؟ علاش عاطينو الترخيص؟ باش يقتل الارواح هاد الناس وهاد الوقت ما كتجاوز عاد كتهضروا على القانون. انا ما فهمتش. تصوري تصوري والناس ماتت 29 روح 20 عامله وتسع عمال ماتوا هنايا حيت السلطات تحت الاعين ديال السلطات عاطينهم الترخيص وبالتالي كتجيو كتمنعوا وقفه دينيه وقفه ديال الذكرى ديال الشهداء حتى لا ننسى وحتى لا تتكرر الفاجعه وحتى لا تموت عاملات اخريات وعمال اخرين. نحن نطالب بالكرامه ديال هاد الناس اللي ماتوا هنايا. هنا ما ماتوش ناس، ما ماتوش هنايا ناس ارهابيين ولا ناس. حنا كنحسوا بولاد عمومه، كنحسوا حنا هنا ناس ناس عمال. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.